السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أمنية جابتكم من البيان. الحمد لله، من الله بخير، ماشي الحال، الحمد لله. بس وين أمنية؟ يعني هي إجابتكم، يعني وينها؟ وين البقايا؟ ولا ما بتعرفوا؟ ها طيب كويس، إن شاء الله يوصلوا بسرعة. أنا يعني توقعت يكون في عندكم اليوم فيرتشوال، عشان هيك حطيتها الستة وما سألت، فمش مشكلة، يلا عادي. انتوا أي ساعة عندكم اليوم بالضبط الفيرتشوال؟ من 6 لـ 9 ما في بريك بيناتهم؟ مع مين بعدين من 6 لـ 9؟ إجت أمي. يلا كويس، هاكل حال، خلينا نبلش. وصلنا إن شاء الله عند سكشن 4، بتخيل المرة الماضية. مين بدرس تكون هاي المادة؟ شيماء. أوكي طيب، مش مشكلة، على كل الأحوال احنا كنا عند سكشن 4 I think، صح؟ سكشن 3 كملنا هذا الشيء، حكينا عن ال indefinite وال definite وال positive definite وال negative definite، صح؟ فرح نحكي اليوم ب سكشن، الله يعطيك العافية يا أمي، رح نحكي ب سكشن 7/4 اللي هو ال optimization using quadratic forms. في عندي theorem، theorem اسمها هي constrained constrained sorry extremum theorem، constrained extremum theorem. هي theorem بتحكي لنا افرض انه ايه، هي عبارة عن symmetric n by n matrix، okay whose eigenvalues in order of decreasing size. يعني في عندي ايجن فاليو لهي ال n by n matrix symmetric matrix، طلعت انا الايجن فاليوز لها بالطريقه المعتاده اللي احنا بنعرفها، ورتبتهم بديكريسنج سايز. ايش يعني؟ يعني مرتبات قيمهم ديكريسنج، يعني متزايده من الاصغر الى الاكبر، رتبتهم يعني لامدا 1 اكبر او تساوي لامدا 2 بعدين لامدا 3 وهكذا، برتب كل اللامدا اللي عندي. اوكي، اذا بيحكي لي انه الكوادراتيك فورم لهي الماتريكس، يعني هاي احنا تعلمنا ان الماتريكس بكتبه الكوادراتيك فورم سكاشن الماضيات انه اكس ترانسبوز اي اكس، اوكي. هذا الكوادراتيك فورم رح يعطيني الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو لمجموعة كل الفيكتورز اللي النورم لهم بيساوي 1، اوكي. رح يعطيني الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو على 6 فيكتورز which ال 3 دال الاكس سوري النورم اوف اكس ايكوال 1. اوكي طبعا رح يوضح الامور معكم مضبوط بالمثال، رح اشغل عليه شوي. الماكسيمم فاليو اتيند في هذا البارت اوكير ات ا يونت فيكتور كورسبوندينج تو ايجن فاليو لامدا 1، اوكي. يعني واضح معكم في بالترتيب تاع الديكريزنج كون انه اللامدا 1 هي الماكسيمم، هي اكبر قيمه فيهم، بعدين تيجي اللامدا 2، بعدين تيجي اللامدا 3 لحد اللامدا ان، بتكون اصغر قيمه لان هي ديكريزنج يعني متناقص، decreasing يعني متناقص من أكبر قيمة لأصغر قيمة. ممكن أنا خربطت الفكرة من المرة الأولى، I think حسيت إني خربطت من اللي حكيت لكم جزء من الأصغر إلى الأكبر، لا هي من الأكبر إلى الأصغر، معنى decreasing من أكبر قيمة لأصغر قيمة. اللمدة 1 أكبر من اللمدة 2، اللمدة 2 بتكون أكبر من اللي بعدها وهكذا، فلمدة 1 بتكون الماكسيموم ولمدة إن بتكون المينيموم، فبالتالي الماكسيموم فاليو اللي حتكون
بتبين عن اليونت فيكتور الكورسبندنج للايجن فاليو اللي هي الماكسيمم، والمينيمم فاليو يبين عن اليونت فيكتور اللي كورسبندنج للايجن فاليو لما انا اللي هي النيمو ايجن فاليو. رح نشوف هذا الحكي كيف بيكون في الميكرو. اوكي هون اعطيني مثال، حكي لي find the maximum and minimum value of the quadratic form. اعطيني الزد قيمتها 5 اكس تربيع زائد 5 واي تربيع زائد 4 اكس واي. اوكي subject to the constraint اللي هي اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1 اللي هي تشبه هي على فكره اللي هي المعادله الدائره اكس تربيع زائد واي تربيع زائد 1 اليونت سيركل، حكيت لكم عنها المره الماضيه. الكوادراتيك فور احنا شغلنا هون على هذا الكوادراتيك فور، لا ممكن اني اكتبه بشكل زي ما احنا عارفين طبعا اكس ترانسبوز اي اكس، فهذا المقدار انا بدي اكتبه على صيغه اكس ترانسبوز اي اكس. الاكس طبعا اللي هي فيكتور اللي بيكون عندي عباره عن مين، عباره عن اكس واي، عندي تو فاريبلز عندنا، لو كان اكس 1 اكس 2 بحط اكس 1 اكس 2 فهي اكس واي، والاي اللي هي علمتكم انا كيف بتنكتب في السكشن اللي مضى واللي قبله انه معامل الاكس تربيع 5 ومعامل الواي تربيع اللي هو 5، معامل هون رح يكون عندي اكس واي لانه احنا حكينا هون اكس واي اكس واي صح وعمود صح؟ هون اكس في اكس اكس تربيع، هون واي في واي واي تربيع، هون عندي اكس واي، الاكس واي مقسومه لا جزئين اللي هي 2 2، هون 2 وهون 2 هي هي الاي، وهون عندي اكس، هذا شكل الكوادراتيك فورم اكس ترانسبوز اي اكس. بعد هيك بتاخذوا الاي وبتوجدوا الايجن فاليوز لها، رح يطلع معكم الايجن فاليوز اللي هم 7 اند 3، فالماكسيموم 7 والمينيموم 3 اللي هم قيم الايجن فاليو، لانه حكينا احنا بنرتبهم كديكريزنج بنقول 7 اكبر او تساوي 3. اوكي بتحسبوا بعد ما طبعا تنحسب النمبرز بتحسبوا الكورسبوندينج ايجن فيكتور، طبعا الايجن فاليو والايجن فيكتور انتم تعلمنا من زمان كيف نحسبهم ماشي الحال. بعد هيك احنا بناخذ نعمل نورمالايزنج لمين؟ نعمل نورمالايزنج للايجن فيكتور، ليش؟ لانه زي ما شفتوا في الثيرم انا بدي اشتغل على النورم يساوي 1. طيب فانا عشان هيك بعملها نورمالايزنج، ايش معناها؟ بوجد النورم للاكس 1 النورم للاكس 2 وبقسم الاكس 1 على نورما وبقسم الاكس 2 على نورما، واضح؟ فهيك بتلاقي انا بكون طلعت الكورسبوندنج ايجن فيكتور لاندا 1 ولاندا 2 بس عملت لها نورماليزنج ماشي. بعد هيك خلاص خلصت، فالماكسيموم فبحكي لي كونستريت الكونستريند اكستريما اللي هم مين، في عندي الكونستريند مينيموم والكونستريند ماكسيموم. الماكسيموم رح تكون عند زد يساوي 7 اللي هي لاندا تساوي 7 طبعا اللي هي لاندا 7 ومره 7، فالماكسيموم عندي 7 اللي هي عند مين؟ لما تكون الاكس والواي شو قيمتها؟ 1 على جذر 2 و1 على جذر 2 اللي هم مين؟ اللي هي اللي عملت لها نورمالايز. والمينيموم اللي حتكون عند لمدة زد تساوي 3 اللي ات مين؟ ناقصه على جذر 2 و1 على جذر 2 بعد النورمالايز. واضح؟ واضح هذا المثال؟ يعني عملية انكم تحفظوا الخطوات بس، يعني في حال حكي لكم اوجد احسب الكونستريم ماكسيموم اند مينيموم عارفين انتم كيف تحسبوا. اوكي طيب طبعا متهيألي بكرة عندكم كويز بهذا التشابتر صح؟ احنا متفقين عليه من المرة الماضية انه بكرة في كويز بهذا التشابتر ان شاء الله. لا ما اتفقنا، هينا نتفق. لا ما هو معروف انه كل ثلاثة في كويز، خلاص الكويز بالتشابتر اللي قبله اللي كنتوا دارسين عليه اصلا الاسبوع اللي مضى ما اعطيتكم في كويز، ولا اعطيتكم انا الاسبوع اللي قبل اللي مضى اللي انا لما ما اعطيتكم صح؟ الاسبوع اللي مضى اعطيتكم كويز صح. طيب خلاص انا الاسبوع الجاي مش مشكلة تعرفين كده من المرة. كل منيحة معكم أنا، فنقدر نسمي الكويز، فالجاي إن شاء الله نعمل كويز، نعمل امتحان هذيك الساعة مش كويز، على كل الأحوال. نيجي على الثيرم اللي بعدها، الثيرم اللي هي اسمها Second Derivative Test. Second Derivative Test، طبعا في عندكم لسه examples على الـ Constraint Extrema Problem موجودين عندكم في الكتاب.
بتشوفوها. في عندي هون الـ second derivative test بتحكي هاي الثيرم انه suppose that انه انا عندي x not y not هي critical point للـ x y لـf الـ x y and if can have continuous second order partial derivatives in some circular region sometimes at x not y not السؤال الذي يطرح نفسه في قبل هيك اشي I think انه احرار حاسة انه في اشي مفقود انا اللي هي كلمة critical point. critical point ايش هي critical point؟ شرحت لكم بهذه المرة على critical point، حكيت لكم ايش يعني critical point يا حلوات، ما يمكن تجاوبي. لا طيب هون بيحكي لي انه انا عندي x not y not critical point، ايش معنى انه x point y not critical point؟ critical points لاي function f x y معناها انه معوض x not y not، يعني هذا function two variables، احنا متعودين نشوف f x. طيب انا عندي function ب two variables، اوكي؟ إذا عوضت في مكان الـ x والـ y اللي هم x not y not طلع الـ f الـ x not y not equal 0 equal 0 اوكي اللي هم الـ مش الـ f نفسها الـ derivative المشتقة يعني الـ f sub x و f sub y equal to x not y not يساوي 0 فبالتالي بحكي عن هذول الـ points عن هاي الـ point اللي هي x not y not يعني critical point ماشي هو هم بحكي لكم f has a continuous second order partial derivative ايش هي ال partial derivative نصيبه يعني موضوع ال derivative وال partial derivative هذا بحد ذاته يعني كورس لحاله ف لحظة اشوف اذا مذكور بالكتاب هذا يعني شيء بيوضح هذا الاشي في على هذا ال هو مش حاط عليه أصلا مش حاط عليه تطبيق كويس ما هو مش حاط تطبيق على ال على هذا الإشي ممكن هاي عليها تطبيق أوكي شوفوا هاي ال هون أنا راح أشرح لكم الثيرم بس يعني ما تركزوش عليها كثير يعني لأنه ما في عليها تطبيق أصلاً وهي أصلاً يعني موضوع الـ partial derivative هذا بحد ذاته يعني كورس كامل اسمه partial derivative يعني فهون بيحكي لي إنه بحكي لكم المرة الثانية إنه أنا عندي point اسمها x not y not إيش يعني إنها critical point؟ يعني هذا الفانكشن حكينا إنه بـ two variables أوكي في منكم اللي تعلموا ايش يعني derivative اللي هي مشتقة differentiation يعني بس فاللي تعلموا derivative تعلموا انه احنا مشتق بالنسبة مثلا ل x او بشتق بالنسبة ل y صح؟
يعني differentiation with respect to x or differentiation with respect to y. فهون بحكي لي إذا هذا الفانكشن تو فاريبلز، فلو مرة اشتقيته بالنسبة لـ x ومرة اشتقيته بالنسبة لـ y، أوكي، في بيطلع عندي فانكشن جديد. What الـ x not y not في مرة بالمشتقة الـ x ومرة في مشتقة الـ y، فلا الجواب بصير في الحالتين بحكي عن هاي الـ x not y not، طبعا بتكون كقيم يعني 1 2 مثلا أو 0 ناقص 5 زي هيك يعني رقمية الـ x not y not. بيكون الجواب 0 بحكي عنها إنها critical point، نقطة حرجة يعني. إيش معنى إنها critical point؟ يعني نقطة حرجة تعمل تغيير معين في سلوك الاقتران في مكان ما. شيء ما ندخل المثال هذا. ف يعني تخيل امور واضحه، يعني ما ندخل تفاصيلها بس الامور مبدئيا بتخيل انها امور واضحه. اوكي، هلا حكي لي انه اس هاز ريليتيف مينيمم. ايش يعني انه ريليتيف مينيمم عند الاكس نوت واي نوت؟ ايش يعني انه هذا الفانكشن يكون له ريليتيف مينيمم؟ يعني كلمه ريليتيف مينيمم شو معناها؟ معناها انه اف سب اكس اكس، يعني اذا اشتقيت الفانكشن اف مرتين بالنسبه لاكس، اشتقيت اول مره يعني شو اسمه المشتقه الثانيه، يعني اف اول مره بالنسبه لاكس برجع على الجواب اشتقه مره ثانيه بالنسبه لاكس، عوضت فيه الاكس نوت واي نوت، ونفس الشيء اشتقيته مرتين بالنسبه لواي، اوكي، وكنت مشتقيته بالنسبه لاكس واي، مره بالنسبه لاكس واي ومرة بالنسبة لـ y وربعته وطلع جواب أكبر من صفر وكانت مشتقة أكبر من صفر، اسمه relative minimum. يعني كأنه بس في كـ definition، يعني أنت شوف شو معنى relative minimum، شو معنى relative maximum، إيش معنى إنها تكون sub the point، و والـ test is inconclusive يعني ما في يحدد اذا كان يعني هذا التست، هذا تست ماشي، هذا اسمه سكند ديريفيتيف تست، هاي تست معينه بفحص من خلالها ريليتيف مينيموم ريليتيف ماكسيموم والسبل بوينت. بس اذا كان الجواب مره اكبر من صفر اقل من صفر في حاله معينه، شو يعني ريليتيف مينيموم ريليتيف ماكسيموم سبل بوينت؟ اذا كان عندي جواب يساوي صفر لهذا المقدار بحكي عنه انه هذا التست inconclusive. يعني ايش يعني انه inconclusive؟ يعني انه فشل، كان فشل هذا التست في تحديد النوع. فاشي مش كثير مهم يعني ما تركزوا عليه، بس انه يعني انا بحكي لكم اياه، ما في عليه تطبيق اصلا في الكتاب. في عندكم في المشكلة هاي الثيرم اللي اسمها هيسيان فورم اوف ذا سكند ديريفيتيف تست، اوكي، يعني الثيرم اللي احنا بنشوف عليهم تطبيق ونهتم فيهم، هاي الثيرم عليها تطبيق اسمها الهيسيان فورم اوف ذا سكند ديريفيتيف تست. بتحكي لي هاي الثيرم نفس الشيء، انا عندي x not y not هي critical point، حكيت لكم ايش عندي critical point، اوكي، if have continuous second order partial derivatives in some circular region، يعني كلام كثير ما تدخل تفاصيله، اوكي، اذا كانت x not y not is the Hessian of f at x not y not then، ايش معنى هذا الحكي؟ f إلها relative minimum عند الـ x not y not إذا كان h of x not y not positive definite. طيب f has relative maximum إذا كان h لـ x not y not يعني negative definite. f has saddle point عند الـ x not y not إذا كان h لـ x not y not هي indefinite. and the test is inconclusive إذا otherwise، يعني أي حالة ثانية غير هذول الحالات، يعني لا ديفينيت لا انديفينيت ولا نيجاتيف ديفينيت ولا بوزيتيف ديفينيت بكون انكونكلوزيف. طبعا احنا في اللكتشر الماضي ذكرنا ايش معنى البوزيتيف ديفينيت، ايش يعني النيجاتيف ديفينيت، ايش يعني انديفينيت في اكثر من تعريف. يعني شفنا هون بالنسبه لل الايجن فاليو حكينا احسن شيء شوفوهم بالنسبه ل الايجن فاليو، فحكينا انه اذا كان الاكس ترانسبوز اي اكس اللي هو الكوادراتيك فورم هذا بوزيتيف ديفينيت اذا كان الايجن فاليو بوزيتيف، واذا كان نيجاتيف بحكي عنه انه نيجاتيف ديفينيت للاي طبعا، واذا كان على الاقل وحده منهم بوزيتيف ويعني في بوزيتيف وفي نيجاتيف بحكي عنه انه انديفينيت. اوكي ماشي الحال، اذا هذا كان تعريف البوزيتيف ديفينيت والنيجاتيف ديفينيت والانديفينيت استخدام الايجن فاليوز للاي على كوادراتيك فورم اكس ترانسبوز اي اكس. فهون بيحكي لي اذا كانت ال
ال h x not y not راح شوفي هاي كمان شوي كيف نطلعها. إذا كانوا positive definite بحكي عنه إنه relative minimum، إذا كانت negative definite بحكي عنه relative maximum، وإذا كان indefinite بحكي إنها هاي ال point هي saddle point. وإذا ما كان عندي ما بين عندي لا positive ولا negative ولا indefinite، أوكي بحكي عنه إنه inconclusive هذا التست، يعني ما بنفعني فشل، مش قاطع إن أحدد باستخدامه. ممكن أستخدم شغلة ثانية عشان أحدد. فأعطي مثال using the Hessian to classify relative extrema. relative extrema اللي هم الجزء ال relative maximum وال relative minimum وال saddle point، هذول هم ال extrema. أوكي يعني لما تشوفوا كلمة extrema بتعرفوا إنه بقصد ال relative minimum وال relative maximum وال saddle point. بعطيني ال find the critical points of the function اللي هي f ال x y ثلث x تكعيب ناقص x y squared minus 8 x y plus 3. أوكي بعد هيك use the eigenvalues of the Hessian matrix and at those points to determine which of them if any are relative maximum, relative minimum and or saddle point. أوكي هلا أول شيء بدي نعمله من نوجد ال critical point وال Hessian matrix. أوكي عشان نوجد ال ما هي ماشيين أوكي الأمور لحد الآن فاهمين علي إيش بعمل؟ في أي سؤال لحد هون؟ في شيء مش واضح؟ طيب الحمد لله. إذا أول شيء بدي أحسب الـ Hessian matrix، بدي أحسب الـ critical points لهاي لهذا الـ function. أوكي فعشان أعمل هذا الشيء أول لازم أحسب الـ we need to calculate the first and second partial derivative of f. أوكي بتوقع أنا مرة من المرات قلت لكم ذكروني أشرح لكم إيش الـ derivative عشان اللي مش ماخذين الـ derivative بس أنتم ما ذكرتوني كالعادة وأنا إذا ما حدا ذكرني بأنسى. فهون عندي أنا بدي أشتق بالنسبة لـ x وبالنسبة لـ y. أوكي وبدي أشتق أوجد الـ f x y لأنه هذا الإشي رايحين نحتاجه، يعني بدنا نوجد الـ second partial derivative لـ f. طيب second partial derivative يعني f sub x x f sub y y f sub x y، هذا هو الـ second partial derivative. فعشان احصل على f sub x x لازم اول شيء احصل على f sub x اللي هي هاي. هلا انا كيف بشتق الـ x؟ يعني انا بعتبر عشان اشتق بالنسبه لـ x، هذا هو الفانكشن طبعا شايفينه، بدي اشتقه بالنسبه لـ x. عشان اشتق بالنسبه لـ x انا بتخيل انه الـ x هي الـ variable، الـ y هي constant. ماشي دائما انا بشتق بالنسبه لـ x بعتبر انه الـ y constant. اذا بدي اشتق بالنسبه لـ y بعتبر الـ x constant والـ y فقط هي الـ variable. اوكي فدائما المشتقه ما يكون ما ذكرتوني شوي راح تذكروني دائما شو مشتقة x قوة n؟ لما يكون عندي x قوة n، انتوا شايفين دائما انا عندي x قوة n، لما يكون عندي x قوة n ايش مشتقتها؟ مشتقة ال x قوة n، ركزوا معي، مشتقة خليني اكتب، انا عندي x قوة n، هذا شكل الفانكشن. يعني انا هون اخذت الجنرال فورم x قوة n، يعني x تربيع، x تكعيب، x قوة 5، ممكن يكون 3 x قوة 4، شو ما كان، ما لي دخل بالكونسبت المدروس. المهم إذا كان x قوة n، إيش بتكون الدريفاتيف لإله؟ n اللي هو هيك n مضروبة في x قوة n ناقص 1. يعني إيش مشتقة ال x قوة 5؟ 5 x قوة 4. مظبوط يا أمي. إذا إيش مشتقة الـ x تكعيب؟ هي 3 في x قوة 2، يعني 3 ناقص 1. لو كان مثلا عندي هون رقم constant مضروب في الـ x قوة مثلا 2 x تكعيب، إيش مشتقتها؟ الاثنين عندي الـ constant الأصلي ما عندي مشكلة فيه، خليني نضرب، إيش مشتقة الـ x تكعيب؟ 3 x تربيع، 2 ضرب 3 6 x تربيع. واضح؟ هي الطريقة اللي بحسب فيها الديريفاتيف للفانكشن. وزي ما انتم شايفين يعني كل الفانكشن اللي بيجيكم بهذا الشكل بس. واضحه يا دلال؟ متخيل دلال؟ يعني مش ماخذ الديريفاتيف بالمره.
اوكي فهمت يا دلال، ايش بعمل كيف بطلع ال derivative. فهون انا عندي بدي اشتق بالنسبه ل x، حكينا ايش عندي اشتق بالنسبه ل x، بدي اعتبر ال y constant اللي اتعامل لوحه حازمه بتعامل مع الرقم الثلاث مثلا او رقم خمسه، فباجي هون شو اشتقت ال x تكعيب؟ إنس الثلث اللي هي الكونستنت، مشتقة الإكس تكعيب، ثلاث إكس تربيع، ثلاث ضرب الثلث واحد، راحوا ضل معي إيش؟ ضل معي إكس تربيع، هيها إكس تربيع، شايفين إف صب إكس، شايفين هنحطها إف صب إكس، زائد هون إكس واي تربيع، إيش مشتقة الإكس؟ إنس الواي تربيع كونستنت، وخليها واي تربيع، هيها واي تربيع، إيش مشتقة الإكس قوة واحد؟ إكس قوة واحد هي واحد ضرب إكس قوة واحد ناقص واحد، بس واحد ناقص واحد صفر، والإكس قوة صفر واحد، معناها إيش مشتقة الإكس؟ واحد. طيب؟ ضرب الواي تربيع هي واي تربيع. ناقص إيش مشتقة؟ عندي ثمانية إكس واي، دائما مشتقة الإكس واحد. ماشي؟ فثمانية واي هي كونستانت، هيها ثمانية واي، مشتقة الإكس واحد، مشتقة الكونستانت زيرو. دائما مشتقة الكونستانت زيرو، يعني مشتقة الثلاث لحالها بدون إكس صفر. مشتقة الخمسة لحالها بدون صفر، لو كانت خمسة إكس إيش مشتقتها؟ بتكون خمسة. طيب؟ لأنه مشتقة الخمسة الإكس نفسها واحد ضرب الخمسة خمسة. أما لما يكون كونستنت لوحده، إيش الديريفاتيف اللي له؟ زيرو. واضح؟ واضحة أكيد الـ F sub X كيف حسبتها؟ في واحدة فيكم مش فاهمة كيف حسبت الـ F sub X؟ طيب الحمد لله. هلأ بدي أحسب الـ F sub Y. بنفس الطريقة هي الفانكشن f بدي احسب f sub y، يعني هلا بدي اعتبر انه x هي الكونستنت والy هي الفاريبل. هلا هون ما في عندي، انتبهوا على ثلث x تكعيب، ثلث x تكعيب كلها كونستنت مش مضروبة بy، فالكونستنت ايش حكينا الدريفيتيف لها؟ زيرو. فهون اختفت راحت، ما في عندي، هيها شايفين ما بينها، زائد مشتقة الy تربيع هي 2 ضرب y، صح؟ اللي واي هو 2 ناقص 1 هي 1، ف2 ضرب واي ضرب الاكس كونستنت بيعتبرها ف2 اكس واي هياتها، ناقص نفس الشيء 8 اكس كانها كونستنت بنزلها، مشتقة الواي 1 ومشتقة الثلاث 0، فالاف سب واي هياتها 2 اكس واي ناقص 8 اكس. اوكي ماشي الحال. بعد هيك بدي احسب اف صب اكس واي، اف صب اكس واي ايش يعني؟ يعني اول مرة بالنسبة لاكس والمرة الثانية بالنسبة لواي، هذا معنى انه اف صب اكس واي، يعني اول مرة مشتقة بالنسبة لاكس والمرة الثانية مشتقة لواي، فأنا أصلا هاي أوريدي اشتقيتها بالنسبة لاكس، فهذا اللي اشتقيته لاكس برجع بشتقه بالنسبة لواي. أوكي؟ اشتقه بالنسبة لواي، فالاكس رح تكون كونستانت، الاكس تربيع رح تكون زيرو مشتقتها، مشتقة الواي تربيع 2 واي حياتها، ومشتقة الناقص 8 واي ناقص 8، لأنه مشتقة الواي واحد والناقص 8 كونستانت بينزل. كان قبل لما يكون كونستانت مضروب في الفاريبل اللي بشتق بالنسبة له بينزل، بس لما يكون لحاله مش مضروب بشيء بيكون الديريفيتيف لإله زيرو. مفهومة؟ كمان بدي احسب اف صب اكس اكس، اف صب اكس اكس يعني اشتق المرة الأولى بالنسبة لإكس والمرة الثانية بالنسبة لإكس، اشتقيت هاي بالنسبة لإكس بدي ارجع اشتقها كمان مرة بالنسبة لإكس. شو مشتقتها بالنسبة لـ x؟ مشتقة الـ x تربيع 2 x هياتها، الـ y سكوير وناقص 8 y هي كونستانت، لأني بشتق بالنسبة لـ x 0 مشتقتها. x sub y y هاي بشتقها بالنسبة لـ y، الـ 2 x كونستانت هي نزلتها، مشتقة الـ y 1، و 8 x كونستانت في 0 رح يكون مشتقتها. أوكي، فهيك أنا حسبت الـ derivative، الـ second partial derivative اللي هي f x y sub x y f sub x x وال f sub y y. انتبهوا f sub x و f sub y هاي first partial derivative، بس أنا ما بقدر أحصل على second إلا إذا مريت على first. أوكي، فالهيسيان ماتريكس هي شكل الهيسيان ماتريكس. أوكي، هاي هي الهيسيان ماتريكس، هذا هو general form الهيسيان ماتريكس اللي كنت تحفظوه، f sub x x f sub y y، هون f sub x y وهون sub f f sub x y. ماشي؟ ف f sub x x اللي هي طلعت معي اللي هي 2 x هياتها، بعدين f sub x y اللي هي 2 y ناقص 8، وهون نفس الشيء 2 sub 2 y ناقص 8، وال f sub y y اللي هي 2 x. إذا هذا هو الجنرال فورم لـ f sub اللي هي سين ماتريكس. إيش يا مروج؟ مش فاهمة عليكي. ايش يعني كيف يعني اشتق اكس واشتق واي؟ ما فهمت.
وين قصدي كون اخصب اكس يعني ايش مالها؟ انا هون اشتقيت بالنسبة لاكس، ما انا عشان اشتق بالنسبة اخصب اكس اكس، شو يعني اكس اكس مرتين؟ يعني اكس اول مرة واكس ثاني مرة، واي واي اول مرة بالنسبة لواي ثاني مرة بالنسبة لواي، اخصب اكس واي اول مرة بشتقها بشتق مين طبعا بالنسبة بشتق الاف بالنسبة لاكس، بعدين بشتق بالنسبة لواي، بس مين بشتق بالنسبة لواي المرة الثانية؟ اخصب اكس يعني اللي طلع معي بشتقه بالنسبة لواي عشان اطلع اخصب اكس اكس، يعني انا اخصب اف اخصب اكس واي سوري، يعني هون مثلا اخصب اكس حكينا اول مرة بالنسبة لاكس ثاني مرة بالنسبة لاكس، بس مين اول مرة الاف بالنسبة لاكس طلع معي اخصب اكس، هسا برجع بشتق الاخصب اكس كمان مرة لان بالنسبة لاكس بتصير الاف طب اكس اكس، يعني مش برجع على الاف نفسها لانه تطلع معي نفس الجواب بهي الحاله. هذا هو سؤالك؟ جاوبت عليه ولا لا؟ ولا ما فهمت عليكي؟ اوكي يعني هذا اللي بدك اياه، وضحت الصوره؟ طيب حلو، في كمان حد في ثانيه عنده سؤال؟ اوكي طيب اذا هذا الهيسيان ماتريكس هيها حسبناها، حكينا احسب الجنرال فورم هي وجدناها. اوكي بعد هيك بدي احسب الكريتيكال بوينت، شايفين لمين بدي احط الاكس سب اكس والاكس سب واي تساوي زيرو. طيب احنا حكينا الكريتيكال بوينت هم النقاط الاف سب اكس لإلها والاف سب واي لإلها تساوي زيرو، فانا باخذ الاف سب اكس وباخذ الاف سب واي وبساويهم بالزيرو وبشوف مين النقاط اللي بيخلوهم يصيروا زيرو، ماشي؟ فهي الاف سب اكس باخذها بحكي تساوي زيرو، وباخذ اف سب واي باخذها بساويها زيرو. انتبهوا انه عندي تو اكويجن التو فاريبلز، هيهم هي اكويجن وهي اكويجن التو فاريبلز اللي هم اكس وواي، فانتوا بتشيلوهم ماشي بتحلوهم عادي بالحذف بالتعويض وبتحسبوا قيمه الاكس واي، يعني بتحسبوا قيمه الاكس وبتحسبوا سوري بتحسبوا قيمة الواي لوحدها وبتكتبوها كاوردر بير، لأنه أنا هون بشتغل بتو فاريبلز، فالبوينت عندي مش سنجل إكس تساوي ثلاثة مثلا، بتكون اوردر بير ثلاث خمسة مثلا واحد صفر زي هيك، ماشي؟ فهياتها بتحل السكند سوليوشن مثلا أو واي، يعني ممكن إنه تحلهم بالحذف والتعويض، ممكن مثلا هون شو عمل هو؟ أخذ إنه قيمة الإكس صفر، المهم بطريقة ما بتحلوهم، فطلع معه الكريتيكال بوينتس اللي هم 00 08 44 وماينس 4 و4، هذول كلياتهم كريتيكال بوينتس in the first equation and سوري هون انا بدي احل التو equations. شوفوا انا عندي هون 2x، هاي مثلا تعالوا على x sub y اللي هي 2xy ناقص 8x صح؟ ايش اعملوا فيها؟ اخذ ال 2x ك common factor، شو ضل معه؟ ضل معه y ناقص 4، ماشي؟ هلا 2x ضرب y ناقص 4 تساوي صفر، شغلتين حاصل ضربهم صفر، واحدة منهم على الأقل بدها تكون صفر، يعني يا إما ال 2x بدها تكون صفر، يا إما ال y ناقص 4 بدها تكون صفر، فإذا ال 2x صفر فالx تساوي صفر، وإذا ال y ناقص 4 تساوي صفر فالy تساوي 4. واضح ايش بحكي؟ اللي هو هذا الكلام اللي هو حكاه هون. فلما انا احل السكند سوليوشن راح يطلع معي اما الاكس 0 او الواي 4. فلو عوضت مكان الاكس 0 في الفيرست ايكويشن في المعادله الاولى، عوضت مكان الاكس 0 شو راح يطلع معكم؟ واي تربيع ناقص 8 واي تساوي 0. اوكي؟ واي تربيع ناقص 8 واي تساوي 0، اخذت الواي كوم فاكتور بدل معكم واي ناقص 8 تساوي 0، فالواي اما 0 او 8. يعني رح تكون 0 0 0 0 0 8، يعني الاكس اذا كان 0 الواي لها قيمتين يا 0 يا 8، هيك معنى المعادله. فاهمين ايش بحكي؟ لانه هذول التو فاليو المعادلتين هذول ما بينحلوا بالحذف بالتعويض، لانه انا عندي هون معادله تربيعيه مش معادله خطيه. لو كانت هاي معادلات خطية بنحلوا بالحذف والتعويض، بس ما بنحلوا بالحذف والتعويض سوري انا انتبهت على هذا الموضوع. طيب فبدكم تحلوهم بهاي الطريقة، يعني زي هيك تشوفوهم تساوي صفر، امتى بكون صفر؟ اما يعني المعادلة الثانية بتكون صفر، يا اما عند الاكس تساوي صفر، فإذا الاكس تساوي صفر احنا عوضنا اكس تساوي صفر هون، إذا الاكس تساوي صفر حسبنا قديش بتكون قيم الواي، فطلعت صفر صفر وصفر وثمانية. إذا الواي تساوي أربعة، تعالوا هون عوضوا واي أربعة. بتصير اكس تربيع زائد 16 ناقص 8 في 4 اللي هي 32، 16 ناقص
32 اللي هي ناقص 16، فإكس تربيع ناقص 16 تساوي 0، فالإكس تربيع تساوي 16، فالإكس تساوي سالب وموجب 4. فإذا الواي 4، الإكس يا إما 4 يا ناقص 4، شايفين؟ فأربعة وأربعة وناقص 4 و4 صفر صفر وصفر 8. فطلعوا هذول هم كل الكريتيكال بوينتس اللي عندي. واضح الكلام ولا لا؟ أوكي، هلا الهيسيان ثيرم كانت بتحكي لي إنه أنا بعد ما أحسب هاي بدي أحب أحكي إنه إف هذا ريلتيف مينيمم إذا كان بوزيتيف ديفينيت نيجاتيف ديفينيت. أوكي، هلا أنا بدي أحسب الهيسيان لكل كريتيكال بوينتس للزيرو زيرو مرة، وللإتش زيرو إلى الزيرو ثمانية، وللأربعة أربعة، وللناقص أربعة أربعة. ماشي، حسب الهيسيان لإلها. بعد هيك بحكي لنا هو رح اوكي حكى لنا طبعا طبعا احنا من الرياضه لازم ناخذ، اخذنا بالمعادله هاي، جينا اخذنا انه انت الاكس شو قيمه الاكس شو قيمه الواي، ورحنا حطينا بالمعادله الاولى قيمه الاكس وحسبنا قيمه الواي المقابله لها كورسبوندينج، واخذنا وعوضنا مره ثانيه قيمه الواي وحسبنا قيمه الاكس المقابله لها، وطلع معنا الكريتيكال بوينتس هذول. مفهوم كيف؟ عائشة وليلى ومرور ونجوى ونواة ونور، كلكم اوكي؟ وأمنية طيب. إذا بعد هيك كانت الخطوات، إذا كل اللي إحنا عملناه أول إشي حسبنا الهيسيان وحسبنا الكريتيكال بوينت. طيب بعد هيك حسبنا الهيسيان لكل واحدة من الكريتيكال بوينت، عوضنا يعني الكريتيكال بوينت والهيسيان اللي طلعناها اللي هي هيها هون اوكي وحسبناهم. بعد هيك كان الثيرم كانت بتحكي لي انه انا بدي اعتبر مين اعتمادا على البوزيتيف ديفينيت والنيجاتيف ديفينيت والاندفينيت، بس انا بعرف ان البوزيتيف والنيجاتيف والاندفينيت تعتمد على مين؟ تعتمد على الايجن فاليو تبعت الاي اللي اكس ترانسبوز اي اكس. فهون بحكي لنا انه هو راح يترك لنا انه نحسب الايجن فاليو بهي الماتريكس اوكي. وبالاخير اوكي الكريتيكال بوينت اكس نوت واي نوت لمدا 1 ولمدا 2 عند النقطة 0 0 اوكي، عند النقطة 0 0 كانت سادل بوينت، النقطة 0 8 كانت سادل بوينت، النقطة 4 4 كانت ريليتيف مينيمم، والنقطة ماينس 4 4 كانت ريليتيف ماكسيمم. هذا كله يعتمد على مين؟ يعتمد على انكم تحسبوا تشوفوا الايجن فاليو اوكي، وتحسبوا احكوا معي تحسبوا تشوفوا انها ديفينت البوزيتيف ديفينت نيجاتيف ديفينت ولا انديفينت. طيب اذا كانت الاتش اكس نوت واي نوت بوزيتيف ديفينت، شايفين؟ يعني انتوا بتروحوا على مين؟ هذول اللي احنا حسبناهم الاتش 0 0. طيب تاخذوا اتش 0 0 بتحسبوا هاي الماتريكس، طيب بتحسبوا الايجن فاليو لها. فهون بيحكي لي هو انه الايجن فاليو اللي عندها هم 8 وناقص 8، ماشي؟ 8 وناقص 8 صدل بوينت، ليش؟ لانهم انديفينيت، وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف، ماشي؟ في حاله 0 8 لما اخذنا 0 8 سوري اللي هي هاي الماتريكس، لما حسبنا الايجن فاليو لها طلعوا 8 وناقص 8 كمان، واحدة نيجاتيف وواحدة بوزيتيف، بالتالي اندفينيت، فبالتالي راح تكون سادل بوينت. ماشي، لما اخذنا الاربعة اربعة هيها اللي هي هاي الماتريكس وحسبنا الايجن فاليو لها، طلعوا الايجن فاليو لها 8 و8، سنتين بوزيتيف معناها سنتين بوزيتيف معناها بوزيتيف ديفينيت، فلما تكون بوزيتيف ديفينيت بتكون ريليتيف مينيمم. ولما اخذنا لا الناقص 4 و4 هاي وحسبنا الايجن فاليو للماتريكس المقابله لها، طلعوا الثنتين نيجاتيف، ثنتين نيجاتيف يعني نيجاتيف ديفينيت، فبالتالي رح تكون ريلاتيف ماكسيموم. واضح؟ مفهوم كيف حسبناهم سد البوينت ريلاتيف مينيموم ريلاتيف ماكسيموم؟ واضح الخطوات؟ في اي سؤال على الهيسيان سيرم هون؟ آخر سكشن اللي هو
هذول يا بنات هادو 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 هاد من وين جبناهم؟ هذول عوضناهم في الهيسين، هاي اللي حسبناها. مش احنا حسبنا هاي ال h x y؟ انا صار عندي قيم ال x y منهم اللي هم ال critical point اللي حسبتهم، فعوضت اخذت اول مرة لما ال x y طلعت مني اول critical point 0 0، اجيت عوضت هون 0 0 0 0 هيها هون ناقص 8 ناقص 8 0، فهي طلعت هاي الماتريكس المقابلة لها. فباخذ هاي الماتريكس وبحسب ال eigen value لإلها واشوف هل هي definite. بصفة definite، اذا بصفة definite بالتالي بتكون relative minimum، اذا negative definite relative maximum، اذا كانوا indefinite بتكون saddle point. اوكي طيب، السكشن الاخير في هذا الشابتر اللي هو سكشن الهيرميتيان واليونيتري والنورمال ميتريس. اوكي عندي definition بيحكي لي هاي definition انه اذا كانت ال A complex matrix then the conjugate transpose of A denoted by is A star. اذا كانت ال A complex matrix، complex matrix يعني شكل ال elements لها A plus IB. اوكي A plus IB ال conjugate حكينا، اذا تتذكروا ايش هو ال conjugate، ال conjugate ل A plus IB هو A minus IB. A minus IB طيب، فالكونجكت ترانسبوز بعرفه على انه A star، يعني اذا طلب منكم احسب A star كأنه بيحسب، اذا يطلب منكم احسب A، احسب الكونجكت ترانسبوز. اوكي فهيها ال A star تساوي A كونجكت ترانسبوز، يعني بحسب الكونجكت للماتريكس للإليمنت نفسهم. بدل دائما حكينا الكونجكت انه الايماجينري بارت اللي هو مضروب بالاي بنقلب بشارته، اذا كان بوزيتيف بصير نيجاتيف، اذا نيجاتيف بصير بوزيتيف. الريال بارت ما بعمل عليه تغيير، والترانسبوز بتعرفوا انه الصف بعمل عمود، العمود صف، وهكذا. اوكي فالاي كونجكت ترانسبوز هي نفسها الاي ستار. طيب فعندي في رم تحكي اذا كانت الكي كومبلكس سكيلر، يعني هي سكيلر كونستانت يعني بس كومبلكس، وكان عندي 3 matrices complex matrices A, B and C whose sizes are such that the stated operations can be performed. فبيحكي لي ثاني يعني preparations هون انه A star star تساوي A، يعني اذا انا حسبت conjugate transpose مرتين بيعطيني الاصل، يعني في حال اجابتهم هذا السؤال كان مثلا multiple choice مباشرة في ثانية اقعد احسب مباشرة A star star، اذا كنا نحطه حاضر الثيرم تكون عارفين ان A star star تساوي A نفسها. A plus B star هي A star plus B star، يعني كأن عملية الكونجكت ترانسبوز بتوزع الجمع وبتوزع الطرح. اوكي اذا في عندي سكيلر حكينا انه الكي كومبلكس سكيلر بالتالي له كونجكت، فالكي A star هي عبارة عن ال A star ضرب الكونجكت للكي لحاله بطلعه برا باخذ له كونجكت، و A B الكل star هي B star A star بدفو عملية الضرب. الترتيب بهمني مين بالاول A B بعدين هون عندي B star بعدين A star، يعني قلبت وزعت الكونجكت ترانسبوز وقلبت ترتيب ال A مع ال B. واضحة في البريبراتورز هذول؟ في سؤال عليهم؟ في عندي هون مثال على الكونجكت ترانسبوز، احسب الكونجكت ترانسبوز او احسب A star، يعني حكينا اذا قلنا A star بتعرفوا شو قسمه. فهي الـ A أول شيء بحسب الكونجكت وبعدين بحسب الترانسبوز أو العكس، نفس الشيء ما فرقت، يعني حسبت الترانسبوز بالأول بعدين الكونجكت كله نفس الشيء. فالـ A كونجكت هيها 1 ناقص I بوزيتيف I و 0، بعدين 2 3 زائد 2 I وناقص I، هذا معنى الكونجكت إنه الإيماجينري بارت بغير إشارته. وبس الـ A الكونجكت الترانسبوز الصف الأول بعمل عمود أول والصف الثاني عملته عمود ثاني. واضح كيف حسبت الكونجكت ترانسبوز؟ حلو كثير. طيب نيجي على الهرميتيان ماتريكس. ايش يعني الهرميتيان ماتريكس؟ بيحكي لي الديفينيشن سكوير كومبلكس ماتريكس A سكوير كومبلكس ماتريكس. تخيل انه احنا انتبهوا سريع انه هون احنا شغلنا اغلب على الكومبلكس ماتريكس. بحكي عنها انها يونيتري، بحكي عن اي
complex square matrix inhibitory إذا كان الـ A inverse يساوي الـ A trans A star. الـ A star حكينا اللي هي conjugate transpose. إذا كان conjugate transpose يساوي من الـ A inverse بحكي عنها inhibitory. وإذا كان الـ A star اللي هو conjugate transpose هي نفس الـ A بحكي عنها إنها hermitian. طيب إذا هاي مصطلحات وتكونوا حافظينها. إيش يعني unitary؟ إنه الـ A inverse يساوي الـ A star. إيش يعني إنها hermitian؟ إنه الـ A star تساوي الـ A. أوكي؟ معطيني هون ثيرم حكيني إنه الـ eigen value للـ hermitian matrix are real number. يمكن يجيك سؤال يقول لك this is a hermitian matrix. الـ eigen value تساوي، بحط لكم خيارات. طيب؟ أنتوا تروحوا تحسبوا الـ eigen value وممكن يعقول لكم، بس فعلياً أو ممكن مثلا يجيكوا سؤال إنه احسب الـ eigen value لهي الماتريكس. فأنتم ممكن مباشرة يروح ببالكم إنه هاي الماتريكس تكون هيرميتيان ماتريكس، وبتأكد إذا كانت هيرميتيان ماتريكس بكون عارفة إنه كل الـ eigen value لإلها real number. يعني إذا حط لي بالخيارات إشي فيه complex بستثنيه، بطلع بس على الـ real number. ماشي الحال؟ إذا الـ eigen value للهيرميتيان ماتريكس هي real number، هيرميتيان يعني A star تساوي A، unitary A inverse تساوي A star. إذا كانت الـ A hermitian matrix فالـ eigen vectors from different eigenspace are orthogonal. الـ eigen vectors يعني مش كل eigen value إلها corresponding eigen vector، فالـ eigen vectors اللي يعني إلها corresponding لمختلفات eigen values بيكونوا orthogonal. أوكي؟ بيكونوا orthogonal. طيب، هيها عندي هون الـ eigen value والـ eigen vectors الـ hermitian matrix طريقة حسابهم، يعني مثال على حساب الـ الأيجين فاليو الأيجين فيكتور. أنت عندكم فيرتوال، بعت هذا الفيرتوال. على مين مع مين؟ يعني ساعة مكتبية على ال على ال مع فرانكلين. انتوا عندكم اسئلة؟ لو عندكم اسئلة روحوا، بس اذا ما عندكمش اسئلة خليكم، خلينا نكمل كم سلايد برضو. في عندي هون الايجن فاليو الايجن فيكتور للهيرميتيان. ماشي ماشي راح اطلع انا بعد شوي، بس هون عندكم الايجن فاليو الايجن فيكتور للهيرميتيان. تعرفوا كيف تحسبوا الـ eigen value والـ eigen vector، يعني في داعي راح أسوي عليهم. في عندكم هون الـ unitary matrix، رجع حكى عنها properties للـ unitary matrix. أوكي، شو حكى هون عن الـ unitary؟ هون الـ unitary بحكي إذا كانت الـ N الـ A هي N by N matrix complex entry، الـ A هي unitary. حكينا إيش يعني unitary؟ يعني إن الـ A inverse تساوي الـ A star. أوكي، كولوم فيكتور. اوكي، هون حكينا انه استخدموا الثيرم 7-5-4 اللي هي هاي الثيرم عشان توضحوا بانه هاي الماتريكس هي يونيتري. طيب هون هو حكينا انه اذا كانت يونيتري، اذا كانت يونيتري فالـ column vector of A form an orthonormal set، يعني هو راح يستخدم هذا الفرع أو الفرع هذا عشان يثبت لي إنها unitary. أوكي، لأنه بحكي لي إذا كانت unitary هذولا equivalent statement. أنا حكيت لكم زمان إيش يعني هم statement equivalent. فالـ column vector للـ A form an orthonormal set in Cn complex يعني with respect to the complex Euclidean error product، والـ raw vector للـ A بشكله كمان orthonormal set في Cn with respect to the complex Euclidean inner product. طيب فهون بيحكي لنا انه بدنا نستخدم هاي الثيرم عشان نبين انه هاي unitary. طيب فبيحكي لنا خذ الرو الرو اللي هم الرو الاول هيو سموه R1 والرو الثاني سماه R2 هياتهم. اوكي، هذول هاي هم orthonormal. طيب هل هم orthonormal؟ احسب النورم للR1 حسب النورم للR2. طيب فعلا هم orthonormal. ليش؟ لأن النورمال لهم يساوي واحد. بما انهم orthonormal بالتالي رح يكونوا هيها R1 dot R2. طبعا سوري، اول اشي احنا نشوف انهم
اورث نورمال اللي معناها انهم النورم لهم واحد ولهم اورثوجونال. فاول شيء اثبتنا ان نورم لكل واحد فيهم يساوي واحد، اذا هم يعني عمليه نورماليزنج. بعدين بيثبت انه انهم اورثوجونال، يعني الدوت برودكت لهم يساوي زيرو. فلما حسبنا الدوت برودكت لهم بيساوي زيرو، بما انهم الدوت برودكت لهم يساوي زيرو، كل واحد فيهم الروز الرو النورم له يساوي واحد، اذا هم اورثو نورمال. بما انه اورثو نورمال اذا الاي نيتري. ممكن تستخدموا البند الثالث اللي هو القلم، نفس الشيء تيجي تاخذوا هاي اول وحده وهاي ثاني وحده، هذا اول قلم وهذا ثاني قلم، نفس الشيء تعمل نفس الطريقه، تحسب النورم من القلم الاول النورم من القلم الثاني، تتاكد انه يساوي واحد، بعدين تحسب الدت برودكت بيناتهم كفيكتورز، يعني تطلع زيرو. اذا طلع زيرو اذا بكون اورثو نورمال، وبالتالي بتكون يونيتري. احسب الاي انفرس، بما انها يونيتري ما في داعي احسب الاي انفرس بالطريقه المعتاده اللي انا بعرفها. بما انها يونيتري معناها الاي انفرس تساوي الاي ستار. الاي ستار اللي هي مين؟ اللي هي اي كونجكت ترانسبوز. بحسب الاي كونجكت ترانسبوز وبتكون هي نفسها الاي انفرس. واضح؟ حكيت بسرعه بس تخيل واضح. اوكي، في سؤال؟ ثاني كمان ثيرم اللي هي تخيل هاي اخر سلايد اللي هو اليونيتيرلي دايجنلايزنج والهيرميتيان ماتريكس. في عندي هون لا في عندي مثال عليها. في هاي عندكم هون ثيرم، اوكي، اللي هي اليونيتيرلي دايجنلايزنج، والسؤال زي ما انتم شايفين فايند ماتريكس سي ذات يونيتيرلي دايجنلايزنج ذا هيرميتيان ماتريكس. معطينا الهرمتيان ماتريكس وحكي لي احسب البي بتخليها تعمل لها يونيتيرلي دايجنالايزز. طبعا هون بعطيكم الستبس اللي بدكم تمشوا عليها، خياتهم 3 ستبس خياتهم: find the basis for each ايديان spaces, apply the gram smith process و form الماتريكس بي. يعني الخطوات، يعني انتم عارفين كل خطوه كيف شو يعني جرام سميث وكيف تجدوا فيه وكيف بتعملوا البيسز. ف رح اترك المثال تقرأوا لحالكم، ما رح يكون في شيء صعب، سهل جدا يعني، بس اسمه انكم تطبقوا الخطوات. اوكي، يعطيكم العافية. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ في اي شيء مش واضح؟ طيب ان شاء الله بكرة ان شاء الله بنحملش تشابتر 8 بإذن الله تعالى. والأحد القادم راح يكون في كويز، يعني هو تشابتر بعد امتى امتحانكم الفاينل؟ اي ثينك انه لا بكره، لسه الويك الجاي بكون اخر تشابتر بعتقد، يعني لسه ما تاكدت، بعتقد راح يكون اخر تشابتر ان شاء الله الويك الجاي، الويك 12 15 امتحانكم 15. معقول؟ لا مش امتحانكم، امتحاناتكم، امتحان اللينير، امتحان اللينير 22 اوكي حلو كويس خلاص ان شاء الله. معناها يوم بكره ان شاء الله بنبلش بتشابتر 8 باذن الله تعالى. في اي سؤال اي استفسار؟ مين اللي سألت؟ ايش يا امي ما فهمت؟ شو يعني؟ لا لسه في تشابتر 9 ان شاء الله للويك اللي هو رقم 11، سوري رقم 12. احنا حاليا بويك 11، الويك الجاي اللي هو ويك 12 راح يكون في اللي هو تشابتر 9 اللي هو النمريكال ميثود. تهيألي راح يكون هذا اخر تشابتر، يعني انتوا عندكم شابتر 10 باي، بس اعتقد انه مش داخل من السيلبس، يعني رح اتاكد من هذا الشيء ان شاء الله واشوف. اوكي، يعطيكم العافية، رفع على حضرتكم، السلام عليكم.